هذا هو الماسك الذهبي اللي غادي يهنيك من جميع مشاكل البشرة. روعة 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 البشرة، ديريه مرة في الأسبوع أجي تشوفي. كتاخدو معلقة ديال الكركم أو الخرقوم البلدي، كتكونوا طحنينه على يديكم، معلقة كبيرة. كتزيدوا عليها معلقة كبيرة ديال الماء، الماء عادي ديال اللي كنشربوه. هاد الماسك كيف قلت لكم راه روعه للبشره. وكتزيدوا نص معلقه ديال العسل طبيعي. العسل هنا شنو كيدير؟ كيعطيكم النضاره للبشره وكينشط الدوره الدمويه. والخرقوم البلدي مضاد للاكسده، كيحارب الشيخوخه، كيعطيكم النضاره للبشره، كيهنيكم من دوك البقايا داك البثور ديال الحبوب، ضربات الشمس. مخير كيعزز الكولاجين والإيلاستين في البشرة، يعني كيعطيكم داك المظهر دائما ديال الشباب وديال الطراوة ديال البشرة. ديروه مرة في الأسبوع وتفكروني عليها. اللي دارته وجرباته تخلي لي تعليق في الفيديو. وحاجة أخرى البنات، بالنسبة للبشرة الدهنية إلا دارته، راه واخا خرقوم بلدي ومطحون على اليد كيخلي واحد شوية ديال الصفورية. بالنسبة للبشرة الدهنية من بعد هذا تغسلو بأي صابون كتغسل به الوجه ديالها، وما تبقى من أنواع البشرة يغسلو غير بمية دافية فقط.